دي كلها على البوكس. يلا طيب طيب انا ماشي اهو ما تزقنيش. تعالي معايا. سامع سامع دكتور مصطفى. شفت علاء المسخره وقله الادب؟ شفت العيال؟ هتقولي بلاستر هنا بسرعه. مش مكفيهم الحال اللي هم فيه؟ نازلين طعن في بعض. انت لو شفت اللي انا شفته علاء بيه تحس ان احنا مش في مصر، ده احنا في شيكاغو. برافو عليك علاء بانك جيت. المكان المبوق ده لازم يتقفل. يا جماعه يا جماعه ما يصحش كده، احنا وقفتنا هنا مش صح. الدكتور الهلالي شخصيه عامه وانا هشام بيه صديقي ووكيل وزاره الزراعه. اتفضل انت يا هشام. انا خلاص مع علاء دائمني، انا هقعد معاه لغايه ما نشوف حل مشكله المستهترين دول. طيب طيب يا جدع اوعى ايدك يا جدع، ما ينفعش كده. طب انا هفرجكم. يلا يلا علاء نعمل افرجك. انا برضو حضرتك ما قلتليش ايه اللي جاب الدكتور مصطفى رئيس حزب الفضيله في مكان زي ده؟ الحمد لله ان انا جيت علاء. انا ما كنتش اتصور ابدا ان انهيار الاخلاق يصل الى هذا الحد. هذا هو انقذوا الشباب انقذوا. كلام نظري. والحقيقه في ام فاضله كلمتني في التليفون تستنجد بي عشان انقذ بنتها، وهي اللي ادتني العنوان ده. ايوه يا دكتور، بس ما كانش صح ان حضرتك تيجي مكان زي ده. حضرتك شخصيه عامه وليك وزنك في المجتمع. وجودك في مكان زي ده في الظروف اللي حضرتك فيها ممكن جدا يثير الشبهات حوالين حضرتك. يعني هو واحد في سن انا يعني هيجي ديسكو ليه؟ تهيألي ان انا مش مسار للشبهات ولا ايه؟ ايه طبعا انا مقدر يا دكتور. وانت بقى جيت هنا بتشتغل من امتى؟ انا بقالي حوالي اسبوع. وسبت كفر اصاله خلاص؟ كفر اصاله هي اللي سابتني يا دكتور. انت تعرف اكتر حاجه كانت تعباني لما سبت كفر اصاله ان انا مش هشوف حضرتك تاني. لكن الظاهر اهو بقى قدري مرتبط بحضرتك. والهانم ازيها؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. والدكتور عبد الحميد كويس الحمد لله. الحمد لله. الانسه زينب كله تمام يا فندم. نبهت الراجل مدير الصاله انه حصلنا عشان نقفل المحضر. كله تمام يا فندم. طب يلا على البوكس. اتفضل يا دكتور. اتفضل. سفله يا بنت السفله، انا هوريكوا النهارده. مؤاخذه يا دكتور، اصل العيال الصيع دي ما بتجيش الا بكده. خمس دقايق بس، خمس دقايق وهتلاقي مصر كلها بتكلمني، اللي ابوه مين واللي امه مين، بس انا بقى همشيها ميري واللي يحصل يحصل. يا عم اوعى ايدك، انت فاكرني ايه؟ اوعى ايدك يا جدع انت. الله، خش يا روح طنط خش. لا 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 ما تزعقش واحترم نفسك احسن لك. ها؟ احترم نفسك. انا برضو اللي احترم نفسي يا واطن. وهي خش. اتفضل استريح يا دكتور. اتفضل. انت بتشتمنا ليه؟ انت مالكش انك تشتمنا على فكره. انا هوريك احنا مين. اتفضل. شايف البجاحه؟ يبقى انا بقى لما اعلقهم جوه وانزل فيهم ضرب يبقى معايا حق ولا لا؟ طب وشمعنى يعني الدكتور اللي ركبته جنبك في العربيه ومقعده قصادك زي الباشا ده؟ انت ناقص تجيب له فنجان قهوه. ما هو كان في الخناقه زينا، يبقى يقف هنا زينا زيه بالظبط. ولا هو خيار وفقوس؟ اخرس يا كلب يا واطي. ده جزاته اللي تعب نفسه جاي لكم لحد عندكم عشان ينشلكم من القرف اللي انتوا غرقانين فيه. يا عم بلاش الافلام دي، ينشل مين وما ينشلش مين؟ انت شايفنا غرقانين؟ ده هو اللي غرقان. انا غرقان؟ غرقان لشوشتك يا دكتور. انت هتفهمني انك انت جاي هنا اهوت لله وللوطن؟ انت تقصد ايه؟ ما تختم بقى يا خالد في ليلتك دي. ما تفهمونا هنخرج من هنا امتى؟ العيال دي يتفيشوا ويتعمل لهم محاضر ويباتوا في الحجز لغايه الصبح، والصبح يتقرضوا على النيابه. علاء بيه بلاش موضوع النيابه والحجز والحاجات دي. اصل الاولاد دول لو تعودوا على كده جسمهم هينحس كده يتحولوا لمجرمين. انا بفضل يعني لو نقدر نبعت لاولياء امورهم يجوا يستلموهم ويتربوا بقى بمعرفتهم. هات لي بطايق العيال دي. انا معيش بطاقه. ليه؟ اصل يا روح امك. احترم نفسك. ايه يا روح امك دي؟ انت فاكرني ايه؟ هتطلعي ايه يعني؟ حته بت صايعه على راحت ولا جت، دايره على حل شعرها،
لا ليها اب يلمها ولا ام. برضه بيطول لسانه. ما تقفي عدل يا بنت بدل ما اجي اضربك على هنا في الواقع. لا لا يا عبابي ما تتلم في يومك الاسود ده. والله العظيم ان ما اتلميت انا اللي هضربك. بنت قالت الادب ما تربيتيش. وماله ده كمان؟ ما ماله ده كمان؟ يا سفلة يا حقيرة يا قليلة الأدب. معلش يا دكتور حضرتك هدي أعصابك بس اتفضل استريح. اتفضل حضرتك أنت. دي بنت مجرمة. دي هتموت أمها. أيوة أيوة أمها. مش قلت لك أنا؟ ما تقول كده من الصبح يا عم. يا إخوانا الباشا معنتم مع أمها. معنتم يا قليل الأدب يا حقير يا سافل. ما تسد بقك ده اللي حصل لك. أنت مالك ومالي أصلاً جاي ورايا ليه؟ عايز مني إيه؟ ده هي مرة يتيمة جت لنا البيت فيها. هتعملي فيها حامي حمى العيلة؟ ما تبطل الشويتين بتوعك دول، ده فاكر نفسه في التلفزيون. الطريق الوحيد. حلو الكلام. تا 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 تا. مش قلت لك تخرس يلا؟ انت بتضربني؟ طب وديني اللي دفعك تمن الالم ده غالي قوي. انت باي حق تمد ايدك عليه؟ طب ايه رايك بقى ان احنا نعتصم ومش هنخرج من هنا لما يجي وزير الداخليه؟ اقعدوا يا عيال، اقعدوا على الارض. خالد 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 ما تخليك انت في حالك. ايه رايك انت مالك مالي يا جدع؟ انت قلبتني وانستني. انت عايز منها ايه بالظبط يا جدع؟ انت نانسي 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 يلا يا ابن الحاج واضربوا يلا نانسي يلا على بي. طب انا بعد اذنك ممكن اخد البنت بس اروحها لامها؟ ازاي يا دكتور؟ معلش اصل امها لو تعرف ممكن فعلا تموت فيها. انا هضمنها.